أنا رفيق سلطان الرقة، انضممت القوات سوريا الديمقراطية مشان أدافع عن بلدي وأرضي وعرضي، وما نسمح لأي شخص يجي يحتلنا من من كان يكون تحت أي ذريعة أو تحت أي صفة. وأتمنى من كل الناس اللي قامت تشوفني من هذا المكان إنها تجي وتلتحق بواجبها الوطني. التحقت بأكاديمية الشهيد جمع النزال دورة الشهيد مصطفى رقة للخضوع لدورة تدريبية ما تقارب 45 يوم نتلقى فيها التدريب الفكري والتدريب العسكري مشان نخوض الجبهات ونعرف ليش شايلين سلاحنا، وأكيد شايلين سلاحنا مشان المحتلين، الناس اللي بدها تجي تخرب بلدنا وأرضنا، والشي هذا ما رح نسمح بيه. الرفيق جوبا، ما زال العدو التركي يهدد قوات أرضنا وطننا ضمن قوات سوريا الديمقراطية، وإحنا كشبان نضمين القوات سوريا الديمقراطية مشان ندافع عن أرضنا وعرضنا، وأي ما نسمح لأي أي عدو يهجم علينا، وطننا قبضة من حديد. اسمي الرفيق التمساح الجابري، سبب انضمامي إلى قوات سوريا الديمقراطية دفاعا عن الأرض وعن العرض، وسوف نتم بكل ما لدينا من قوة الدفاع عن الأرض من قبل الاحتلال التركي الغاشم، وسوف نعيد الأراضي المحتلة من قبله، سوف نعيدها كل شبر بشبر إن شاء الله، وسوف نظل صامدين ونعاهد شهداءنا على أن نمشي على نهجهم وعلى طريقهم الذي مشوا به، ونحن كقوات سوريا الديمقراطية سوف نعيد أراضينا المحتلة من قبل مرتزقات تركية، وسوف نرد ضرباتهم القاشمة، ونحن ليس من هواة الحروب، ولكن إذا فرضت علينا أهلا وسهلا بها. أنا رفيق أركان، اليوم اخترت أن أنضم إلى قوات سوريا الديمقراطية لأنها الأفضل في سوريا، واليوم تركيا تهاجمنا بحجة أنها تقاتل الإرهاب، ونحن من قاتل الإرهاب وهاجمهم وقضى على الإرهاب، واليوم نرى مرتزقة تركيا وتركيا كيف في الأراضي المحتلة الذين هم يخطفون ويقتلون ويدمرون، والنهب والسرقة في كل مكان يعني، وهذا الشيء هو اللي يدل على الإرهاب.